اللي هو ماتش جابس ماتش بالنسبه لنا احنا مهم جدا. سيبيري هو ضعيف خارج نوعا ما خاصه بالنسبه لنا احنا بعد ست ماتش بعد سي ماتش اللي هو نتاعو مطالبين بريزولتا بوزيتيف في جابس نعرفوا الادفرسير زاد في وضعيه معناها صعيبه كيف على ميدانه معناها باش يكون في بيليا اللي كان معنا كوتش دونك ان شاء الله معناها نبداو حاليين 100% ماتش تاع جابس عملنا البريباراسيون كانت معناها بونجور معناها الجمعه راحت بيناها تريب نقلنا عملنا ستاج في حمام بورقيبه كان ستاج مهم جدا بالنسبه لي ستاج هذايا 5 ايام 6 ايام كان مهم جدا كو سوا سو بلان مونتال كو سوا سو بلان فيزيك دي ليكيب كو سوا حتى تنقيس بعض وزن اللاعبين لان عملنا تقريبا كم لاعبين دربوا على مدة 5 ايام 6 ايام 3 مرات في اليوم كيف هذاك نجم سبيسيال الحمد لله نحن في وضعية صعيبة شنو وضعية صعيبة نحن نادي الفريق عايش في انتصارات نادي الفريق فريق معناها يطمح باللعب لدور الاولى مازال سيزون طويلة سيزون خلينا ماتش باي ماتش ماتش هذايا من المقابلين اللي مهمين ومهمين جدا لينا نحن بالتحضير لينا ونادي الفريق حسب رأيي الشخصي نادي الفريق ان شاء الله بعد التراب نشوفوا نادي الفريق اللي انا نتخيلوا فيه ان شاء الله بعد التراب يكون تراب طويلة ان شاء الله نشوفوا نادي الفريق اللي باذن الله تكون عنده وزنه كما كان في السابق اسباب عديدة الفريق او عدم الانتصار او اليوم الفريق تقريبا 7-8 لاعبين انا عمري ما لازم تتعامل مع الموضوع ان شاء الله باش نلقاو حل ان شاء الله الى وقيت على شكل كان مهم جدا لانه ما حضرنا فيه بعض اللاعبين اللي كانوا بعد شويه اعطينا بلون جو في دو ماتش اميكو ولكن دو ماتش اميكو ديفيرون مع ناحيه الوزن ولكن خذوا بلون جو هذا وزن من غير كي بدات يمس الكوره تو عنده يومين الحدادي بتاع شوط كبير ان شاء الله انا ان شاء الله هذا حسب التقرير اللي جاني الطبي والبرك الفيزيك دون دو سومان تو سومان ديجا يلبس الكره ولكن بعده في على الكونتاكت ولكن ان شاء الله دون دو تو سومان ينجم يكون كومبيتيتيف اذا كان مش كومبيتيتيف راه باش يكون قريب بالنسبه لوسط الميدان لبس وسط الميدان ثاني صحيح لكن ثم انا ثم قناعات عندي وسط الميدان ثم كونكورونس سوبريم ثم ناس مهم كومبيتيسيون ثم الناس اللي راجعين من سابقا كيف انا نلعب برا مع وسط الميدان ان شاء الله ناخذ ريفيرونس دوزيام ميتون اللي لعبنا به وسط الميدان مش هو نفسه ولكن ريفيرونس عارفين لازم نبنيو عليه دوزيام ميتون تاع جايوس لانه شفنا حاجات باهيه وشفنا حاجات باهيه لانه تكون عندك اجنب باهيه شفنا حاجات بنجمو ياخذ يلعب كوره جوار بروفيسيونيل عاملين دي كونترا مع النادي الافريقي عندهم مهمه لازم يؤديهم ماهوش زي يزوم يجيبوا ريزولتا للنادي الافريقي فرحان بالنسبه لي انا بخدم على الدم بخدم كلنا جروب حتى عندنا مهمه ما الباقي كل ما عملش فيها دخل عندنا في التاثير لنا مؤثرين في العمليه ولنا مؤثرين كان بالنتيجه لازمنا نجيبوا نتيجه باش نخليه على الاقل الناس كل موتيفي للنادي هذايا. انا كويس باش نعمل باركور باهي مع حاجه مقابله تكون من بين اليورادي سيربريز وسي جابي.